السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم شباب؟ معكم اخوك عبد الرحمن وفيديو جديد. فيديو النهاردة ازاي تعرف كارت الصوت او الصوت عامة في الويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 لما الاضطراد او جميع انظمة التشغيل 32 بت و 64 بت. في البداية بنحتاج نحمل برنامج تعريف الصوت ده رقم بتصفص في الديسكريبشن. كما ترون لا يوجد تعريف الصوت عندي مش مفعل، فبنحصل البرنامج بنضغط دبل كليك، بعد كده بنختار كلمة يس، بعد كده يا شباب فتحنا واجهة زي كده بروجرام سيت اب، فبننتظر بقى دقائق فبتفتحنا واجهة زي كده، فبندوس على كلمة نيكست او التالي نتابع عملية التسطيب. نيكست، بعد كده الشباب بيظهرلنا واجهة زي كده بيطلب مني إعادة تشغيل الكمبيوتر لتثبيت باقي التعريفات الخاصة بكارت الصوت، فبندوس على كلمة يس وبعد كده بندوس على كلمة فينش، فبيبدأ بعملية إعادة تشغيل الكمبيوتر. طبعا أنا عامل لكم إعادة تشغيل الكمبيوتر فبرجع لكم، ورجعنا لكم تاني يا شباب. كما تلاحظون تم تعريف الصوت، كما ترون يا شباب تم تعريف الصوت. فلا أعرف الفيديو مسيش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وشير على تقوى وصف مستفيد، ده أكتر حاجة بتحفزني على نشر المزيد من الفيديوهات. ولو ليك أي سؤال اكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليك.